السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو بتاعنا هنا هتكلم على علب الكهرباء. علب الكهرباء المفروض إن أنا وأنا شغال بعمل شغل الكهرباء بتاعتي كله على شرب. الصنايعي اللي جه اشتغل في المكان هنا اشتغل ولقط من الرخام. طبعا أنا هنا كان عندي مشكلة إن في تريح في المكان هنا، فالتريح دوت عمل فرق كبير جدا حوالي 10 أو 15 سنتي. بالتالي لما جاي يعمل العلب بلقط من الرخام الشغل كله كان بايظ. طيب ايه الصح بتاعنا؟ ان انا هنا اهوت اخد شرب من على الارض، وليكن هنا احنا ارتفاع العلبه، طبعا ان انا في مسجد فبعمل الارتفاع بتاعي على متر ونص، يبقى العلبه الاولى ديت الشرب بتاعي ده على متر ونص، تمام؟ بعد ما باخد هنا متر ونص من الارضيه خلاص، بعد كده ببدا اخد كل ده بالميزان، تمام؟ ادي العلب كلها بالميزان. طبعا لو لاحظت هنا الفرق بين الرخام والعلبة حوالي 50 سنتي. طبعا وانت ماشي بقى عمالة تقل لحد لما جت عند اول علبة هنا خالص حوالي 35 سنتي. هتقول لي العيب كان فين؟ هقول لك العيب في الارضية. عندي هنا ميول في الارضية زي ما احنا شايفين، في ميول في الارضية او في تريحات مباني او في ايا يكن، او الرخام ممكن يكون بايظ. انا لما اجي اعمل علب الكهرباء ماليش دعوة بالرخام ولا دعوة باي حاجة، انا باخد الشرب بتاعي من اول علبة على جنب الباب، اخد مثلا متر او متر ونص زي ما بعمل في الشقة. بعد ما اخد المقاس بتاعي المتر ونص ابدأ انقل علامة في المكان ده كله بتباشيرة بتاعة ميزان الخرطوم، تمام. نقلت الميزان بتاعي من عند باب المسجد او من عند باب الشقة، بعد ما باخد المتر او المتر ونص على حسب العلام بتاعي ببدأ اوشح العلام ده في الاماكن اللي هيكون فيها العلب علشان يبقى كل العلب بتاعتي ماشية معايا ميزان. يا رب تكون المعلومة وصلت، ازاي تركيب العلب على ميزان الخرطوم علشان تكون العلب كلها شرب واحد. الشرب ده حاجة مهمة جدا زي ما احنا شايفين اهو، ماليش دعوه، ما احترمش الرخام، ما احترمش الارضيه، لاي حدوث مثلا حاجه بايظه في بتاع الرخام لو اشتغل بايظ ما ينفعش اشتغل عليه. لا، انا ببدا اخد اول علبه هنا جنب الباب على مثلا متر ونص وابدا اخد منها بقيه العلب كلها بالميزان، لان انا هنا وانا بجدد لقيت الشغل كله كان فيه حاجات بايظه جامد جدا ما كانتش مظبوطه، فانا ظبطتها بميزان الخرطوم. لما ظبطتها بميزان الخرطوم ظبطت معايا، اما لو انا كنت بلقط من الرخام او بلقط من الارضيه ما ينفعش، يبقى شرب علب الكهرباء كله يمشي على بيمشي بميزان الخرطوم. جزاكم الله كل خير، ويا رب تكون المعلومه وصلت، ولو في اي حد ليه اي سؤال يسيبوا لي في التعليقات تحت. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.